أكلاتهم تجنن. أنطيشها من الأخير، الكبة المشوية عند أهل حلب ما تتعوض. الكبة المشوية عند أهل حلب ما تتعوض من المنقل. ما تحط ليش لا سفرة ولا طاولة ولا شيء، من المنقل تأكلينها. كباب بالكرز، لحمة بكرز، سمائية، سفرجلية. لا والله بعد الطبخ الشامي ما بي. شوف راح أقول لك كلمة، بعموم سوريا، بعموم سوريا مع احترام للجميع الدول، بعموم سوريا الأكل السوري لا يعلى عليه، وهاي بشهادة كل الدول أو بشهادة أغلبية الدول. وبالعموم بشكل عام المرأة اللي عندها نفس بالطبخ مهما كانت جنسيتها لا يعلى على أكله. الأكل نفس، الأكل نفس، وقت ما يكون إليش نفس تطبخين ولا كأنه فايت على المطبخ ولا كأنه. بنات تكبسوا شير البث. الأكل نفس.